إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، هذه هي الخطبة الثالثة المسماة بخطبة الأسئلة والفوائد والأحداث والعبر. عباد الله، هناك عبرة من خروج سعيد بن جبير رحمه الله مع ابن الأشعث على خلفاء بني أمية زمن الحجاج سعيد بن جبير، والناس يستشهدون بقصته في جواز الخروج على الولاة. من هو سعيد بن جبير؟ ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء فقال: هو سعيد بن جبير ابن هشام الحافظ المفسر الكوفي، لا شك أنه عالم من علماء الأمة. وهذا الرجل أعطاه الله عز وجل عبادة واستجابة في الدعاء، كان يقرأ القرآن في ليلة، وكان يقوم الليل حينما يوقظه ديك عنده، فلم يستيقظ تلك الليلة بسبب أن هذا الديك لم يؤذن، فقال فيه: ما باله قطع الله صوته، فلم يصح بعدها هذا الديك. فقالت أمه: لا تدعو على أحد بعد هذا. هو رحمه الله لما خرج ابن الأشعث كما ذكرت في الجمعة الماضية، خرج معه سعيد بن جبير. سعيد بن جبير لما انهزم ابن الأشعث ماذا صنع؟ طال اختفاؤه وطال هروبه خيفة من بطش الحجاج، فظل مختفيا كما قال ابن كثير رحمه الله في البداية، ظل 12 سنة مختفيا عن الحجاج بن يوسف. لكن قدر الله عز وجل نافذ، إذا به يعثر عليه ويؤتى به إلى الحجاج. لما دخل سعيد بن جبير على الحجاج قال: لما خرجت علينا؟ قال: بيعة في عنق لابن الأشعث. فغضب الحجاج وصفق بيديه وقال: سبحان الله، بيعة أمير المؤمنين أسبق من بيعة ابن الأشعث. فقال له: ما اسمك؟ قال: اسمي سعيد بن جبير. قال: بل أنت شقي بن كسير. فقال سعيد: ليس إليك. فقال الحجاج: شقيت وشقيت أمك. ثم قال: وجهوه وجهة النصارى. فقال سعيد بن جبير: فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم قال: اطرحوه أرضا. فقال سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقال الحجاج: لأنزلن بك نارا تلظى. فقال سعيد: لو كان هذا الأمر إليك لعبدتك من دون الله. ثم أمر بقتله. قال ابن كثير رحمه الله: ما يذكر من قصص مطولة في المحاورة بين سعيد بن جبير في قتله وبين الحجاج، فإن أكثرها لا يصح. وقد روى أبو نعيم في الحلية كما قال ابن كثير، روى هذا الذي ذكرته لكم آنفا، قال: وهذا أحسن ما روي، وقد روي في قصة قتله أشياء طويلة لكن لا يصح أكثرها. ما هي العبرة؟ العبرة أنه بخروج سعيد بن جبير مع ابن الأشعث على الحجاج، ولا شك أن هذا خطأ ولو كان عالما، فإن الناس يجب أن يرجعوا إلى ما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي جنته الأمة من خروج سعيد بن جبير رحمه الله؟ أن الأمة حرمت من علمه. يقول عمرو بن ميمون عن أبيه كما ذكر الذهبي في السير قال: ما هناك أحد على وجه الأرض إلا وهو محتاج إلى علم سعيد بن جبير. إذن خسرت الأمة في حياة سعيد بن جبير 12 سنة، خسرت علمه، وبعد وفاته خسرت أيضا. عبرة وعظة من خروج مسلم ابن يسار على الحجاج ابن يوسف
مع ابن الأشعث. سبحان الله، من هو مسلم ابن يسار؟ يقول الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال: هو مسلم ابن يسار الفقيه الزاهد، كان يحج كل عام، وكان صاحب صلاة، وكان رحمه الله لا يفضل عليه أحد في زمنه، حتى إن الحسن البصري كان معاصرا له وكان يفضل على الحسن. فما الذي جرى؟ لما قام ابن الأشعث على الحجاج في زمن الخلافة الأموية، قالوا له: إن أردت أن يقاتل الناس حولك كما قاتل الناس حول جمل عائشة رضي الله عنها في وقعة الجمل، فأحضر معك مسلم ابن يسار والحسن البصري. انظروا، يعني أصحاب الفتن يبحثون عن أهل العلم وعن أهل الخير، لأن عامة الناس يثقون بالعلماء، فإذا رأوا أمثال هؤلاء قالوا: إن هؤلاء على حق. فأتوا إلى مسلم ابن يسار، وحضر مع ابن الأشعث في النزال بينه وبين الحجاج بن يوسف. أما الحسن البصري أراد أن يرغمه ابن الأشعث، لكنه هرب وكان ينكر على الخروج على الحجاج بن يوسف، مع أن الحجاج بن يوسف كان حريصا على أن يقتل الحسن، لكن هذا دين. ولذلك أعظم من عانى من الولاة، وأنا حصرت الكلام في التعليق على هذه الأشياء، على الإمام أحمد، على ابن تيمية، على الحسن البصري وعلى غيرهم، لأن أعظم من عانى من الولاة في أزمانهم الإمام أحمد، الحسن البصري شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع ذلك مع أنهم عانوا وسجنوا وطوردوا وضربوا وحرموا، مع هذا كله لما أتى شرع الله وضحوا وبينوا. فالشاهد من هذا أن مسلم ابن يسار شارك، لكنه لم يشارك لا بسيف ولا برمح. فما الذي جرى؟ في سير إعلام النبلاء قال أيوب عن أبي قلابة، قال: مسلم ابن يسار لما انتهت المعركة وقتل فيها من قتل، قتل فيها خلق كثير بين ابن الأشعث وبين الحجاج، من قتل؟ قتل المسلمون. قال مسلم لأبي قلابة: قال: إني أحمد الله أني لم أضرب بسيف ولم أرمي بسهم. فقال له أبو قلابة، قال: صحيح أنك لم تضرب بسيف ولم ترمي بسهم، ولكن ما رأيك في رجل رآك وقال إن مسلم ابن يسار ما وقف هذا الموقف مع ابن الأشعث إلا لأنه موقف حق، ثم أخذ سيفه فدخل في القوم فقاتل ثم قتل؟ قال: فجعل مسلم ابن يسار يبكي بكاء شديدا، حتى قال أبو قلابة: وددت أن الأرض قد انشقت حينها ثم ابتلعتني. إذن حتى ولو كانت مشاركة بالمظهر، لو لم تزهق دما، لو لم تفعل شيئا، وجودك وأنت من أهل العلم ومن أهل الخير مع من خرج على الولاة، هذا يعد مثلبة. ولذلك ما الذي جرى؟ قال الذهبي رحمه الله، قال: كان مسلم ابن يسار كان أعلى منزلة عند الناس من الحسن البصري، كلاهما في منزلة عالية، لكن مسلم كان أعظم. يقول: لما فعل ما فعل مع ابن الأشعث اتضعت، يعني انحطت، اتضعت منزلة مسلم ابن يسار عند الناس، وارتفعت منزلة الحسن البصري، لا لأنه مع الولاة، لا، وإنما لأن الحسن البصري كان بين ناظريه، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرفع الله شأنه. ولا شك أن في أمثال هؤلاء خير، يعني لا يظن، لما أذكر هذه الأشياء عن سعيد بن جبير، عن مسلم بن يسار، هؤلاء إما، ولكن هؤلاء أخطأوا رحمهم الله، وقد خالفهم كثير ممن في عصرهم، فدل هذا أنهم اجتهدوا لكنهم أخطأوا في هذا الأمر. ولذلك لما انتهى من انتهى مع ابن الأشعث، القراء شاركوا مع ابن الأشعث. يقول أيوب السختياني: ما سلم أحد من القراء، منهم من قتل ذهب أمره إلى الله، أما من سلم، يقول أيوب السختياني، يقول: ما من أحد من القراء سلم إلا ندم على فعلته أنه خرج مع ابن الأشعث. ولذلك يقول شقيق بن ثور السدوسي كما في سير أعلام النبلاء وشارك في صفين، قال: كم من باطل قد أحققناه، وكم من حق قد أبطلناه. عبرة وعظة من خروج الشعبي علامة عصره. الشعبي خرج مع ابن الأشعث على الحجاج بن يوسف، في ضمن من خرج مسلم بن يسار سعيد بن جبير. من هو الشعبي؟ الشعبي هو عامر بن شراحيل، كما قال الذهبي رحمه الله في السير، هو علامة عصره. أتى الحجاج إلى العراق، فدخل الشعبي عليه في أول الأمر، فسأله الحجاج أسئلة، فأجاب إجابة شافية فأعجبه أمره، فقال: أنا أوليك عريفا، يعني رئيسا على الشعبيين. والشعبيون متفرقون في الكوفة وفي مصر وفي اليمن، ولذلك
من في الكوفة يقال له شعبي، ومن في مصر يقال له الأشعوبي، ومن في اليمن يقال له آل ذي شعبي. الشاهد من هذا أنه ولاه وأكرمه وجعله سيدا. لما خرج ابن الأشعث قالوا من يقوي شوكتنا، إضافة إلى سعيد بن جبير ومسلم بن يسار، قالوا الشعبي. فأتوا إلى الشعبي أتى. ولذلك على العالم، هؤلاء أخطأوا رحمهم الله، لكن على العالم أن يستفيد في هذا العصر، يعني من أخطاء ممن سبق، يعني لا أسير من قبل عامة الناس. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية، ما يقوله الناس حوله يفعل، هذا خطأ. أو أنه إذا قيل له يا فلان شارك بكلمة، قل في هذا الحدث، إذا به من المسارعين، إن لم يسارع غضب عليه من قبل الجمهور. يا أخي أنقذ نفسك، هؤلاء والله لن ينفعوك، فلا تغتر بما يقال فيك، ولا تغتر بتلك الجمعة التي تحيط بك. كلا، لا تغتر بهذه الأشياء، فإنها لا تفيدك أبدا. وانظروا إلى حال مسلم بن يسار كما أسلف. الشاهد من هذا أنهم أتوا إلى الشعبي فجملوا له الأمر باعتبار أن هذا دين وهذا خير، وإذا به يقف في صف ابن الأشعث ضد الحجاج، والحجاج قد أكرمه. إذا به يقف في صف ابن الأشعث، بل لا يقتصر على ذلك، إذا به ينادي. هذا من الخطورة بمكان أن يتنصب عالم في مثل هذا الأمر، لكنه رحمه الله كما أسلفت وأكرر، هؤلاء علماء أجلاء، يعني مع ذكر هذه الأشياء من باب أخذ العبرة والعظة. وما كان لي أن أتحدث، ولا كان في نيتي أن أتحدث في حياتي، ولا خطر ببالي أن أتحدث في مثل هذا الأمر، إلا لما جرى في الأمة ما جرى. هنا يجب الحديث من باب أنه واجب على طالب العلم أن يبين للناس شرع الله، وأن يأخذ الناس العبرة مما حدث في الأزمان السابقة. الشاهد من هذا أنه لم يكتفي بهذا، وقف في الصف وجعل يذكر الحجاج بمعائب ومثالب. ما الذي جرى؟ الذي جرى أن ابن الأشعث انهزم، وتعرفون أنه انتحر. سبحان الله، يعني من يخرج على الولاة، من يتبع سيارهم، سبحان الله، تجد أنه إما أن يقتل، وإما أن ينتحر، وإما أن يسجن، وإما أن يعذب، وإما أن ينافق، إن صح التعبير بأنه نفاق يتزلف حتى يسلم. فما الذي جرى؟ الشعبي رحمه الله مع أنه كان حافظا، لكن إذا لم يوفقك الله فلا توفيق لك. إذا لم يوفقك الله في أمر أو في حدث، هو إن شاء الله موفق، لكن أنا أقول إذا لم يوفقك الله في أمر ما فإنك لن توفق. فالشاهد من هذا أنه كان حافظا رحمه الله، ولذلك يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا سمعت شيئا إلا حفظته، وما سمعت من أحد حديثا إلا كرهت أن يعيده علي مرة أخرى، لأنه حفظه. فالشاهد من هذا أنه قبض عليه. فلما قبض عليه وأتي بالقيود، يقول أول من لقيني يزيد بن أبي مسلم، وقال إنا لله وإنا إليه راجعون على ما في صدرك من العلم يا شعبي. ليس اليوم بيوم الشفاعة، قل أنا أريد أن أشفع لك، لكن ليس هذا اليوم بيوم الشفاعة، ولكن بؤ إلى الحجاج بالنفاق حتى تسلم منه. قل فعظم الأمر علي. يقول فخرج من الحجاج شخص يقال له محمد ابن الحجاج، فقال لي مثل ما قال لي يزيد بن أبي مسلم، بؤ إلى الحجاج بالنفاق حتى تسلم. يقول فعظم علي الأمر، فأدخل الشعبي على الحجاج بن يوسف. فلما أدخل عليه وهو موثق بالقيود، قال وأنت يا شعبي أكرمناك، ولم تكن سيدا ولا شريفا، وأعطيناك ثم فعلت وفعلت. فلم يتكلم الشعبي بتاتا، حتى قال له الحجاج تكلم. فماذا صنع الشعبي؟ هو بين أمرين. ولذلك يقول الذهبي رحمه الله، يقول لو أن سعيد بن جبير تلطف مع الحجاج كما تلطف الشعبي لنجي من الحجاج. ولكن لماذا نحوج أنفسنا إلى مثل هذا الأمر، فتنحط مرتبة أهل الخير وأهل العلم. فالشاهد من هذا أنه قال تكلم يا شعبي، فقال الشعبي أصلح الله الأمير، أحزن بنا المنزل، وأجدب بنا الجناب، وضاق بنا المسلك، واكتحلنا السهر، وارتحلنا الخوف، ورمينا في خزية، يعني ما نحن فيه مع ابن الأشعث، يقول نحن في خزية، رمينا فيها، ورمينا في خزية، فلم نكن أتقياء بررة ولا أقوياء فجرة، يعني لم نكن أتقياء بررة فاعتزلنا، ولم نكن أقوياء فجرة فانتصرنا. فعفى عنه الحجاج لما سمع هذا الكلام. ولذلك ماذا كان يقول الشعبي مع قوة حفظه؟ يقول رحمه الله، يقول لسنا بالفقهاء، وإنما نحن سمعنا حديثا فحفظناه ثم أديناه، ولكن الفقيه من إذا علم
العمل. ولذلك كان يقول: يا ليتني لم أكن عالما. وقال: إن الهوى ما سمي بهذا الاسم إلا لأنه يهوي بصاحبه. وكان يقول، وهذه فائدة لك ولي ولكل مسلم، يقول: ما حدثوك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخذ به، وما حدثوك عن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارمه بالحش، يعني في دورة المياه في بيت الخلاء، فإنه لا خير فيه. عبرة وعظة من خروج يزيد ابن المهلب ابن أبي صفرة الأزدي على الحجاج. يزيد ابن المهلب ابن أبي صفرة الأزدي، يقول الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وكان الحسن البصري يذمه ذما عظيما كما في تاريخ الإسلام للذهبي، يقول: أو كلما نعق ناعق بالخروج على الولاة خرجوا معه كحال هذا الرجل، يقصد يزيد ابن المهلب. ولذلك كان عنده مال وكان سخيا، حتى قيل له: ابن لك دارا، هذا من الغرور نسأل الله العافية، فيه تيه في كبر، فقال: إن كنت أميرا فبيتي هو دار الإمارة، وإن لم أكن أميرا فبيتي هو السجن. فالشاهد من هذا أن الحجاج قبض عليه، فما الذي جرى؟ سجنه ومعه إخوة له، فجعل يعذبهم الحجاج عذابا شديدا في السجن، وكانوا يصيحون، إلا هو عنده تيه وكبر كان يتحمل، وغضب الحجاج لما لا يبكي من الضرب، حتى قال له شخص: إن به جراحة في قدمه فاضربوه معها. فلما ضرب مع تلك الجراحة إذا به يصيح، فصاحت أخته سبحان الله، يعني من هو قريب يمكن هو الذي يعتدي عليه، كانت أخته تحت الحجاج بن يوسف الثقفي، فلما صاحت شفقة على أخيها فطلقها الحجاج. فالحجاج ابن يوسف خرج في قتال، وإذا بيزيد ابن المهلب يخرج من السجن بحيلة، وإذا به يصبغ لحيته حتى صارت بيضاء، وإذا به يلبس لباس الطباخين ويمر بهم، حتى رآه رجل من الطباخين، فلما رآه قال: هذه مشية يزيد ابن المهلب ابن أبي صفرة. فلما أتى إليه ورآه ورأى اللحية قد تغيرت، غبي عليه الأمر فتركه، فركب سفينته إلى الشام. علم الحجاج أنه هرب من السجن، فأرسل جنوده ورسائله خيفة من أن يفعل يزيد ابن المهلب مثل ما فعل ابن الأشعث. فما الذي جرى؟ إذا به ينجو ويذهب إلى رجل اسمه وهب ابن عبد الرحمن الأزدي. هذا وهب كان كريما على سليمان ابن عبد الملك. الخليفة آنذاك هو من؟ الوليد ابن عبد الملك. فقال: إن عندي يزيد ومعه إخوته، وإنه أتى في أماني. فقال سليمان ابن عبد الملك: ائتني بهم. فلما أتى بهم، وكان هذا الرجل الذي هو وهب كان كريما عند سليمان، أراد أن يحفظ له أمانه في يزيد وفي إخوته. فما الذي جرى؟ كتب سليمان إلى أخيه الوليد ابن عبد الملك يخبره أن يزيد ابن المهلب عنده ويريد أن يمن عليهم. فقال الوليد: لا والله لا يمن عليهم أبدا، أرسلهم إلي. فرد عليه سليمان فقال: أنا آتي وهم معي. قال: لا، لتحضرهم من غير مجيئك. فيزيد بن المهلب خاف أن تكون هناك قطيعة بين سليمان وبين أخيه الوليد، فقال: أنا عندي رأي، أرسلني إليه ومعي أحد أبنائك. فأرسله إليه بالقيود. فلما بلغ يزيد ومعه ابن سليمان بن عبد الملك إلى الوليد بن عبد الملك، إذا بهذا الابن يقيد نفسه مع قيد يزيد بن المهلب. فلما دخل عليه ورأى القيد غضب الوليد بن عبد الملك، فجعل يعيب يزيد بن المهلب عيبا شديدا. فما الذي جرى؟ إذا بالابن يقول: يا عم لا تخفر ذمة أخيك، وجعل يستلطفه. ثم قال الوليد ابن عبد الملك ليزيد: تكلم. فلما تكلم أجمل له الكلام وحسنه. إذن انظر، يعني نعود مرة أخرى إلى أن من يخرج على الولاء إذا به يتزلف. كما هو الشاهد من هذا أنه صار كريما عنده. سبحان الله، الحجاج بن يوسف، يعني هذه الدنيا والله لا تساوي شيئا، والله لا تساوي صراع، لا في إمارة ولا في أرض ولا في غير ذلك. الحجاج بن يوسف خشي من يزيد أن يفعل مثل ما فعل ابن الأشعث فتنتزع منه العراق. سبحان الله، إذا بهذا الرجل بعدما كانت له مكانة عند الوليد بن عبد الملك، إذا به في سنة 95 يولى يزيد على العراق التي كان يخشى الحجاج عليها من يزيد. لكن ماذا قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء؟ قال رحمه الله: قال: فما زال هذا الرجل الذي هو يزيد، قال: ما زال يقاتل لا لجهاد، وإنما لحمية وشجاعة، حتى
حتى أصابه الموت، فنعوذ بالله من هذه القتلة الجاهلية. انتهى كلامه رحمه الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان توابا رحيما. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المهتدين المقتدين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، كان من المتوقع أن أذكر أحداثًا وعبر عن غزوة أو عن فتنة الحرة لما خرج أهل المدينة على يزيد بن معاوية، لكن الوقت ليس بكافٍ، ففيها عبر وفيها أحداث يندى لها الجبين. ولعل الخطبة القادمة إن شاء الله، لعلها نرجو ذلك، أن تكون هي الأخيرة فيما يخص هذه الخطبة، لأنه كما قال الشاعر: ليس بإنسان ولا عالم من لا يعي التاريخ في صدره، ومن درى أخبار من قبله أضاف عمرا إلى أعماره. اللهم صل على محمد، وموعدنا إن شاء الله في الجمعة القادمة حول هذا الموضوع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أقم الصلاة.